قراءة المشهد السياسي، الأحداث المتصاعدة، اشتباكات، اقتتال في الشارع المصري، اقتحام لميدان التحرير بالخرطوش، عدد من الإصابات، عدد أيضا من القتلى، الوضع في محافظات مصر، قراءة عامة مع ضيوفي وضيوف حضراتكم الأستاذ نبيل زكي الكاتب الصحفي والمتحدث الرسمي باسم حزب التجمع. أهلا بحضرتك أستاذ نبيل. وانضم لينا أيضا في هذا الحوار الدكتور ياسين تاج الدين، عضو الهيئة العليا حزب الوفد. أهلا بحضرتك يا دكتور. أستاذ نبيل، أنا هبدأ بحضرتك لأنه في مقالة عنوانها لسنا غنيمة حرب، حضرتك كتبتها تعليقا على ما يحدث في مصر وأيضا على رد الفعل بعد 30 يونيو الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية وبأنها تحاول أن يعني تأخذ البقايا لجماعة الإخوان المسلمين قدر المستطاع. أمريكا كان لها مخطط في المنطقة، وأنا بعتبر أنه مش مخطط أمريكي فقط إنما مخطط أمريكي إسرائيلي، هو تفتيت هذه المنطقة، إضعاف الدول العربية وخاصة الدول الكبيرة والدول التي تملك جيوشا قوية. بدأت بالعراق، دمرت العراق، دمرت الدولة العراقية والجيش العراقي، والوضع الآن في العراق شبه تقسيم واقعي. هنا منطقة السنة في وسط العراق، في الجنوب الشيعة، في الشمال الأكراد، ماشي. جاء الدور على ليبيا، تولى حلف الأطلنطي تدمير ليبيا والجيش الليبي. جاء الدور بعد ذلك على سوريا، التدخل الأمريكي والغربي في سوريا فوق ما تتصوري، عدد المرتزقة من الأجانب الذين يحاربون في سوريا فوق الخيال. دولة الشام الإسلامية في العراق اللي هي تنظيم القاعدة قامت بتشكيل جبهة النصرة في سوريا، وهي جبهة يعني اسم جديد لتنظيم القاعدة. قام تنظيم القاعدة العراقي بتمويله وتسليحه وإرسال مقاتلين للقتال معه. لا تتصوري أو ستقع في خطأ واضح لو تصورت حضرتك أن الهدف هو إسقاط بشار. إسقاط بشار دي قضية ثانوية بالنسبة له، القضية الأولى تدمير الدولة السورية والجيش السوري. بشار يروح، مش مشكلة عندنا، احنا ضد الأنظمة الدكتاتورية وضد الدكتاتورية البعثية، ما عندناش مشكلة، لكن تقسيم سوريا، تدميرها كدولة وكجيش، هو ده هدف أمريكا وإسرائيل و الحليف الآخر تركيا. طيب 30 يونيو أربك الخطة دي؟ أسقطها 30 يونيو أسقط حاجتين: الابتزاز باسم الدين للشعب المصري وعمره 85 سنة، وأسقط المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة بالكامل. وعشان كده وانت بتتكلمي عن 23 يونيو النهاردة تتكلم عن اللي احنا بنحتفل بثورة يونيو لأنها حررت الإرادة المصرية، والقرار المصري أصبح مستقلا لأول مرة منذ عقود. هذا إنجاز لأعظم ثورة في تاريخنا القديم والحديث اسمها ثورة 30 يونيو. طيب دكتور ياسين، حضرتك يعني شفت الأحداث الأخيرة الخاصة باقتحام ميدان التحرير، طبعا الأحداث كتيرة جدا، الاعتصامات والمظاهرات والتصريحات أيضا، لكن تحديدا الخروج على ميدان التحرير بخرطوش ورصاص حي، في ناس شبهتها بموقعة جمل جديدة، حضرتك شفتها ازاي؟ هي في واقع الأمر يعني هذا ليس عملا سياسيا ولكنه عمل إجرامي في المقام الأول، انه ليس من السياسه في شيء انه يطلق على ناس معتصمين، يطلق الخرطوش ويهجم عليهم، ولا حتى يعمل مسيره ضد مسيره اخرى. من حقه يعمل مسيره سلميه يعبر بها عن رايه، ولكن ليس من حقه ان يهاجم مسيرات اخرى او متظاهرين اخرين. وبالقطع ليس من حق اي مواطن او اي شخص في مصر انه يحمل السلاح ويهاجم بها مواطنين اخرين، ولا تبقى عملية بقى ميليشيات، وميليشيات بالطريقة الفاشية اللي الإخوان معودين عليها، والإخوان طول عمرهم طريقتهم إنهم عندهم ميليشيات مسلحة بيهاجموا بيها، وده نفس الشيء كان عند موسوليني وكان عند هتلر
يعني الميليشيات المسلحة لإرهاب المعارضين وإرغاب الشعب على يعني استعمال القوة. جوهر الفاشية هو فكرة عبادة القوة واستعمال القوة للعمل السياسي. فللأسف الشديد ما يحدث على الساحة الآن مبدأ ذلك. يعني أنا شخصيا من دعاة المصالحة الوطنية بالفعل، ولكن كيف تتم هذه المصالحة الوطنية؟ مش مهمة صعبة دي يا فندم؟ هي مهمة صعبة جدا ولكنها لازمة إذا كنا عاوزين نحفظ مستقبل مصر. طيب مصالحة قبل المحاسبة؟ يعني المصالحة طبعا ما تجيش من جانب واحد، لازم الجانب الآخر يقبل هذه المصالحة. قبول الطرف الآخر هذه المصالحة أنه يقلل من عناده ويعترف بالأمر الواقع الناتج عن الثورة العظيمة، ثورة 30 يونيو، وعن تحرك الجيش لحماية هذه الثورة. يجب أن ينصاع لهذا الأمر الواقع وفي إطار حقوق المواطنة وحقوق كمواطن، ثم نرى نحاسب من ارتكب بالفعل جرائم، إنما من قام باتخاذ مواقف سياسية فقط طبعا يدخل في إطار المصالحة، إنما الجرائم الفعلية جرائم الدم بالذات طبعا لا يجوز التصالح. طيب مع الأحداث دي حضرتك شايف إنه ده متاح؟ المفروض يكون متاح، لازال متاح، ولكن طبعا كل ما الوقت بيتأخر بتقل الفرص، لأنه بيخلي الطرف الآخر عنده نوع من الرغبة في المحاسبة والرغبة حتى في الثأر مما يحدث. يعني كل ما يقع ضحايا كل ما تكون عملية المصالحة أصعب، مش عنده شك. للأسف الشديد قيادات جماعة الإخوان المسلمين يعني مش عاوزين يفهموا دي، أو على ما يبدو عندهم أفكار أخرى أو هدف آخر، يعني تعميق الخلافات وتعميق اللي هو بين أغلبية الشعب المصري من ناحية وهم من ناحية أخرى، أو يعني الاستدعاء تدخل خارجي، أو أخذهم الغرور بالقوة متصورين أنهم يقدروا يرجعوا تاني بالفعل حكمهم وسيطرتهم. إنما قطعا هم بيقفوا يعني بيحملوا أمام التاريخ مسؤولية ضخمة جدا أمام التاريخ وأمام الشعب المصري كله. طيب أستاذ نبيل، يعني على ذكر دكتور ياسين، لقيادات جماعة الإخوان المسلمين تصريحاتهم كثيرة، وآخر التصريحات دكتور عصام العريان صرح بأنه يجب أن يكون هناك احتشاد أمام السفارة الأمريكية، لأنهم يعني شايفين أنه السفارة الأمريكية دي يجب محاصرتها والناس اللي فيها كلهم يعني يرحلوا من السفارة ومن الوطن. يعني ليه هذا الموقف الآن؟ ما معناه؟ أريد أن أقول كلمة عن موضوع المصالحة. تفضل. أنا رأيي أنه لسنا بإزاء حزب سياسي لكي نتصالح معه، احنا بإزاء مجموعة إرهابية. تكشف الآن الموقف، زال الغطاء عن جماعة تدعي أنها تعمل بالسياسة، بينما في حقيقة الأمر ثبت من خلال التحريض على العنف وارتكاب جرائم القتل أنها مجموعة إرهابية، وأي كلام غير ده يبقى بندفن رؤوسنا في الربا. يعني حضرتك شايف ان يبقى في محاسبه اولا، ولا لا توجد مصالحه بالاساس؟ ما انا جاي لحضرتك. انت دلوقتي بإزاء حاجتين، خيانه وطنيه، لانه من يستدعي التدخل الاجنبي ده يبقى لا علاقه له بالوطنيه، ولا انا غلطان؟ طيب هم عايزين تدخل اجنبي وامريكي بالتحديد، يبقى انا بإزاء حاله خيانه. في نفس الوقت إرهاب في سيناء وفي داخل المدن والمحافظات المصرية، حصيلة يوم واحد امبارح 9 قتلى وحوالي 80 جريح، 86 مصاب. طب غير بتوع سيناء ده، غير جرائم سيناء تقريبا. انت بقى في سيناء هجمات يومية على منشآت عسكرية، مراكز شرطة، مواقع أمنية، مدنيين. تذكري طبعا موضوع عمال مصنع الاسمنت، مدنيين. نتذكر الجندي اللي قتل لمجرد كان بيقرا القران. نتذكر الضحيه الخمسه
لربع العدوية التعذيب كما اسمه قتل. هو في ضحية أخيرة عامل نسيج قتل كمان ده لسه امبارح. اللي انا اعرفه انه الراجل ده اللي اسمه كامل عمرو قتل هي جثه وجدت يعني بثلاث حاجات صعق بالكهرباء كي بالنار وايضا ضرب حتى الموت. طب اذا احنا بإزاء عصابه من القتله اتكلم عن مصالحه ازاي؟ هتيجي تقولي لي لماذا لا تفرق بين القيادات والقواعد؟ اقول لك ايوه مفرق بين القيادات اللي تحرض على القتل والترويع والعنف والإرهاب وبين القواعد، ولكن المسألة ليست بهذه البساطة. لأن أنت اللي قتل الرائد إسماعيل عيد في البحر الأعظم في الجيزة هذول مش قادة، دول أعضاء عاديين. اللي عذب الناس دي ما أعتقد أنهم مش قادة أعضاء عاديين، لأنه نجح قادة الإخوان في تحويل الأعضاء إلى آلات صماء عمياء روبوتس يعني. فمن هنا أنت محتاجة الوقت إعادة تأهيل هؤلاء، إعادة تثقيف هؤلاء سياسيا، ثورة في التعليم، منهج التعليم، ثورة برامج الإعلام، ثورة في الخطاب الديني يصحح الصورة دي، تحتاج إلى وقت. من هنا الحل هو العودة إلى مادة في دستور 71 بحظر تأسيس أحزاب تتاجر بالدين، تتاجر بالدين أو ذات مرجعية دينية. احنا عايزين أحزاب مرجعيتها الدستور أولا وأخيرا. إذا عايزة تتعلمي من تجارب الماضي ولا نقع في نفس الأخطاء. طيب حضرتك قلت استدعاء الخارجي، وهرجع لسؤالي تاني، وحضرتك ذكرته في سياق حديثك أن هناك استدعاء للولايات المتحدة صريح. طيب اربطوا بقى حضرتك بدعوة عصام العريان لمحاصرة السفارة الأمريكية. ده برافو عليك، ده له سبب بقى جديد. هما الأول قالوا يا أمريكا رجع لنا الرئيس الشرعي. لما عرفوا ما دار في لقاءات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في القاهرة اكتشفوا إنه تعرف المثل إيه، الشعب اللي بيقول لك اللي بتغطي بأمريكا. خلاص. فاكتشفوا ان امريكا ما هياش يعني مش هتقدر تؤثر على القرار المصري الان. يعني في قياده ما عندهاش التبعيه دي، يعني التليفون يجي من واشنطن يسمعوا الكلام. فغيروا الموقف. تعرف بيقولوا ايه في ربع العدويه دلوقتي؟ ده الامريكان هم اللي عملوا الانقلاب ضدنا بعد ما كان بيتقال العكس كده. وبالتالي كنوع من الضغط على امريكا لكي ترجع للموقف الاولاني اللي هو مسانده الاخوان محاصره السفاره الامريكيه. ده نوع من الضغط والابتزاز لامريكا لكي تعدل عن موقفها. كل اللي عمله جون كيري في لقاءاته الاخيره ايه؟ هو طلب، قال لك ايه؟ لا داعي لاعتقالات بدوافع سياسيه. قال ايه؟ يا ريت يكون للاخوان دور في المرحله الانتقاليه الجديده، يبقى موجودين في الساحه السياسيه. هذا اقصى طموحات الولايات المتحده الامريكيه الان. هذا اصاب الجماعات الاخوان بخيبه امل بصدق. وبصدمه. طيب حضرتك شايف ان الحصار ده يعني يعتبر ضغط فعلا؟ بالظبط. يعني حقيقي ممكن يجيب نتيجه؟ لا اطلاقا مستحيل. كل هذا لن ياتي باي نتيجه. شوفي جماعه الاخوان انتهت وطيت صفحتها إلى الأبد، سقط المشروع الإخواني ولم يعد هناك مصري. شوفي المعجزة بتاعت 30 يونيو إيه؟ المعجزة إنه هذا الشعب اللي كله متدين لم يخدع بشعارات تدعي أنها دينية. دكتور ياسين، حضرتك شايف يعني السيناريوهات التي ممكن أن تتبع في اعتصام ربع العدوية اللي قرب على الشهر؟ يعني هو ممكن طبعا يستمر مدة أخرى لأنهم عمالين يشحنوا فيهم، وفي فلوس كتيرة بتتصرف، وفي ناس بيغيروا، ناس بيجوا ناس كتير من الأقاليم يقعدوا كام يوم ويروحوا مقابل راتب يومي وبيأكلوهم ويشربوهم وينيموهم، فممكن يطول. إنما أنا أعتقد إنه على أجهزة الدولة إنها تشوف طريقة
تنهي هذا الاعتصام بأكثر طريقة سلمية ممكنة، وحتى للقبض على من صدرت أوامر بضبطهم وإحضارهم من قيادات الإخوان المسلمين اللي محتمين برمع العدوية. وبعدين يعني عملية الحقيقة ساعات بتصل إلى درجة تكون يعني مهزلة، يعني لما أعضاء الإخوان المسلمين في مجلس الشورى السابق يجتمعوا في قاعة في دار المناسبات بتاع مسجد رابعة العلوية امبارح ويصدروا قرارات وقوانين، يعني الحقيقة يعني عاوزين يعملوا دولة موازية، ما ينفعش الكلام ده. يعني فيلم كوميدي، فيلم كوميدي فعلا يعني. طيب والتظاهرات وقطع الطرق إلى آخره، الاقتراب من منشآت حيوية، الاقتراب من المطار، أنا رأيي أن قطع الطرق بالذات ده يعني يجب ألا يترك لحظة واحدة، يعني أول ما يقطع طريق يجي يفض هذا القطع الطريق بالقوة بأي ثمن، بالذات قطع الطريق. المسيرات المظاهرات ماشي مدام سلمية يخلي يقترب، يعني يعتدي على منشأة طبعا لا يسمح له بالاعتداء على منشأة، إنما يقطع طريق لا، لأن قطع الطريق ده يعني مؤذي فعلا فعلا فعلا، مؤذي لجمهور الناس ومؤذي للمواطن، وبيظهر الدولة في مظهر ضعف، وبيظهر الدولة انها غير قادرة على تحقيق الامن للمواطن العادي. لما انا ما اعرفش اروح شغلي، يعني انا امبارح كان جاي لي واحد جاي من المحلة الكبرى قعد 7 ساعات محبوس في قليوب وقطع الطريق الزراعي بتاع امبارح، يعني حرام يعني. والناس اللي ساكنين جنب يعني اولا في ناس بتشتغل باليوميه، يعني قطع الطريق ده جاي عليها بخراب يعني رزقها باليوم طبعا. طيب كان في مؤتمر اكيد حضراتكم طبعا تابعتوه وقراتوا عنه، وهو لاولاد الدكتور محمد مرسي، وكان في تهديد من نجل الدكتور مرسي بانه هيكون في يعني محكمة جنائية دولية سيلجؤون لها للإفراج عن الدكتور مرسي. هذا طلب غير قانوني ولا يستحق المناقشة دون المستوى، ما فيش الكلام ده. يعني 33 مليون دول اللي خرجوا في شوارع مصر ما لهمش رأي في الحاكم، ما فين الديمقراطية بقى ازاي؟ ما حدث في 30 عبارة يا أستاذ عن طوفان بشري لم تكن له سابقة في تاريخ مصر قديما وحديثا ولا في العالم. لأن في فعلا في بعض الخبراء قالوا في تاريخ البشرية مظبوط. طب أنا أسيب ده وأتكلم في واحد موتور لأن أبوه أسقطه الشعب؟ طيب هقول لحضرتك يعني بصيغة أخرى، الدكتور حسن نفعة كان كاتب آخر مقال تحت عنوان افرجوا عنه أو حاكموه، وفي تفاصيل الخبر بيقول يعني لبناء دولة القانون يعني لازم يكون فيه خطوات قانونية للتعامل مع الدكتور محمد مرسي، وليس من المنطقي أن لا يتم اتباع خطوات أخذت مع مبارك مع الدكتور محمد مرسي. يعني تعليق يوسفني يعني البعض بيتباكى الآن على القانون. طب هو اللي اتقتل دول على ايدين مرسي، جيكا والجندي ودوما، ما كان ده بالقانون؟ طيب عايز أقول لك واقعة أهديها للدكتور نفع. كان هو وأسرته في تاكسي، دوما أحمد دوما السائر في مصر الجديدة قريب من بيتنا، الإخوان حجزوا العربية ونزلوا عليه ضرب مميت هو وأسرته وحطموا التاكسي كمان. ده بقى ايه ده في علاقته بالقانون؟ شوف ايه لا دكتور حسن نفع شخصيا يعني تعرض لاعتداء برضه بالظبط وانا واخد بالك. احنا دلوقتي راينا وراي الشارع وراي القوى السياسيه زي ما قال الدكتور ياسين ان في تهم خطيره موجهه لمرسي، والقياده العسكريه تملك وثائق ومستندات بالغه الخطوره تمس الامن القومي المصري، ويجب ان يقدم مرسي للمحاكمه من أجل تقديم الحساب عن هذه الجرائم التي ارتكبت، جرائم قتل متظاهرين سلميين ولا نسينا اللي قدام الاتحادية ده
اسمه ايه المغير بتاع الاخوان كتب على موقع احمد المغير كتب على موقع قال انا تلقيت تعليمات مكتب الارشاد اروح افض الاعصاب امام الاتحادات ده اللي قتل فيه الحسين ابو ضيف. طب فين القانون بقى هنا؟ في حد ما حدش بيتكلم ليه في هذا الموضوع؟ ام ان الدم المصري اصبح رخيصا؟ يعني الناس النهارده بتتكلم على المصالحه متجاهله الضحايا اللي بيتساقطوا في سيناء وفي مدن مصر كل يوم كانه ده شيء عادي يعني نغفره وعفى الله عما سلف. اسف. احنا عايزين نحاسب على هذه الجرائم وعايزين نحاسب على سيناء. الاعتداء على شر على على استقلال القضاء وعلى الدستور والقانون والاعلان الدستوري اللي عمله في دكتور مرسي في يوم الايام واعطى نفسه فيه سلطات شبه الهيه. عايزين نتحاسب على ايه ده؟ وعايزين نتحاسب على المخالفات في انتخابات الرئاسه اللي اعلنت نتائجها قبل النظر في الطاعون وقبل انتهاء التحقيقات. ليه بقى هنا مفيش كلام عن القانون؟ عايز اعرف. هو القانون يعني مرسي يجب ان يتمتع بالقانون ومع ذلك احتجاز مرسي قانوني لانه لا هي بيخضع مطالبه لمحاسبته على فكره بيخضع للتحقيق. طب ما هو كل رجال النظام مبارك احتجزوا حبس احتياطي بعضهم قعد سنتين حبس احتياطي بجد. يعني هنا ما فيش تباتي ليه على القانون؟ يعني مرسي بس هو اللي يجب ان يكون دائما فوق القانون وفوق الدستور وفوق طيب يعني تصريحات نجلة مرسي قانونيا غير سليمه غير قانوني على الاطلاق وده رايي مش رايي انا بس رايي كل اساتذه القانون في مصر طبعا لان حتى المحكمه الجنائيه الدوليه مختصه اساسا بالجرائم ضد الانسانيه وجرائم الحرب. لا نستطيع ان نقول انه اسقاط الدكتور مرسي بثوره شعبيه ثم احتجازه في مكان امن يمكن للحفاظ على سلامته يمكن قبل كل شيء يعتبر جريمه ضد الانسانيه او جريمه من جرائم الحرب. يعني بالعكس يعني ما فيش اي اختصاص للمحكمه الجنائيه الدوليه. طيب حضرتك شايف ان استمرار الاعتصام والتظاهر يعني هم شايفين انه ده ممكن يحقق لهم نجاح او الهدف الاساسي وهو عوده الدكتور محمد مرسي مره ثانيه وعدم الايمان بانه في دلوقتي دوله مدنيه ورئيس مدني. حضرتك يعني شايف خطواتهم دي معناها ايه؟ لا هم عايشين في عالم افتراضي. يعني ان الجماعه يعني الشعب الاخواني اذا استطعنا نستعمل هذا التعبير شعب الاخوان وشباب الاخوان عايشين في عالم افتراضي تماما متصورين يعني عالم افتراضي القاده بتوعهم بيصوروا لهم ولكن القاده طبعا عارفين الحقيقه عارفين ان التاريخ لا يعود الى الوراء وانه غير ممكن او غير متصور انه الدكتور محمد مرسي يعود مره اخرى الى رئاسه الجمهوريه والاخوان يعودوا تاني الى الحكم غير ممكن. انما يمكن يكون القاده حاليا بيدفعوا الشباب ويدفعوا اعضاء جماعه الاخوان الى التحرك لتحسين موقفهم التفاوضي حتى يحصلوا على اكبر مكاسب ممكنه عندما يتفاوضوا مع الدوله. علشان كده يا فندم ما بيظهروش القيادات يعني ممكن يكون شباب الاخوان هم اللي دائما في المقدمه النساء المقدمة طبعًا بشكل طبعًا ملحوظ الفترة الأخيرة في ثلاث سيدات يعني قال اللي حصل في المنصورة على ما سمعت أنا من الناس من المنصورة إنهم صمموا يحطوا السيدات دول في الأول ثم من الخلف ابتدوا يضربوا على الأطراف الأخرى فالأطراف الأخرى ردت بالضرب. طبعا السيدات اتدورت عشان تجري أغلبهم متعورين في ظهرهم فهل يا ترى من الضرب اللي كان طلع من الاخوان نفسهم او من الضرب اللي كان جاي من الطرف الاخر ردا عليه هو لانهم اتدوروا علشان يجروا او عشان يحتموا من الضرب جات لهم الخرطوش في ظهرهم. طيب احنا معانا على الهاتف اللواء عبد الهادي بدوي مساعد وزير الداخليه السابق. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا وسهلا. سياده اللواء يعني المظاهرات وقطع الطرق في شوارع
مصر تقريبا. حضرتك شايف انه اعلان حالة الطوارئ بات شيئا مهما في هذه الفترة ولا ايه؟ لا هو احنا يعني مش عايزين نرجع للحالات الاستثنائية او للاجراءات الاستثنائية الا في اضيق الحدود. طبعا في ضرورة حاليا من الناحية الامنية، انما هو ممكن يبقى في حظر تجوال في بعض المناطق او في بعض المدن او في بعض الاحياء اللي هي فيها المسألة دي متفشية او على صورة واسعة شوية، يتعمل فيها حظر تجوال. واحنا قلت الكلام ده هو في كثير من المناسبات في اوائل بعد 30 يونيو لما كانت المسألة لسه ما توقدتش وتوهجت بالطريقة دي ومحدش بيسمع الكلام بالمصالح الامنية. معرفش ليه الخبرات بقت ضعيفة ليه. ممكن ان يبقى كان في من منذ هذا التاريخ في بعض المناطق يبقى فيها حظر تجوال من الساعة مساء كذا الى الساعة صباحا كذا. زي ايه يا فندم؟ مناطق زي ايه حضرتك شايف؟ مناطق اولها سينا، اولها سينا، تانيها العريش وشيخ زويد والى اخره. اذا كان في حاجة في مرسى مطروح، اذا كان في حاجة في مناطق اخرى، ممكن يبقى حظر تجوال في الطريق. ممكن يتقفل طريق زي الطريق الدائري من الساعة مساء مثلا من الساعة 9 او من الساعة 8 الى الساعة 7 صباحا. ممكن طريق زي المحور، الطرق الرئيسية ديت ممكن يتعمل فيها هذه الاجراءات، ودي اجراءات امنية بعيدة عن مسألة اعلان حالة طوارئ او فرض طوارئ. دي ناحية. الناحية الاخرى ان في قيادات معروفة بالاسم غير القيادات اللي موجودة حاليا في رابعة او في ميدان النهضة. في قيادات الصف الثاني موجودة ومعروفة، هي اللي بتنظم هذه المسيرات. هذا شغل الامن الوطني وشغل المخابرات الحربية وأجهزة المعلومات اللي هي تتحرى مين اللي بيراقب هذه الامور او بيوهجها او بينظمها او بيسير هذه المسيرات. يبقى ممكن دول بيعملوا محرضين، ومن الوجهة القانونية يقدموا الى اجهزة النيابة من جانب الشرطة ثم النيابة ثم القضاء. ده اجراء اخر. في اجراءات اخرى خاصة بغلق بعض الطرق زي ما انا بقول، زي عملوا كده امبارح في غلق الطريق الزراعي لمدة 6 ساعات. انما ديت ما تبقاش مسألة، لان في مواطنين ليهم مصالح وليهم مشاوير، فالمفروض ان ما تتعملش بصورة عامة انما تتعمل بصورة جزئية. انما اهم من كل ذلك والتحريات وجمع المعلومات عن المنظمين وعن المحرضين، ودول بيقدموا بموجب هذه المعلومات الى اجهزة النيابة ويتحقق معاهم. الحاجة بقى المظلة اللي بتحكم كل هذه الامور هي المعالجة السياسية. وده امر مفروض ان يتم بخطوة سريعة ويتم من جانب الناس السياسيين اللي في الحلبة السياسية، لان المسألة ما تمشيش الا بشيء من المصالحة، نقول بشيء من التوافق، نقول بشيء من الوئام، نقول الوئام السياسي. فهنا المعالجة السياسية مهمة زي ما كنا بنقول ايام قبل خلع او عزل الرئيس مرسي، كنا بنقول لابد من المعالجات السياسية. انا شايف ان المعالجات السياسية بتبعد اشواق كثيرة كلما حدث عنف. فاحنا لازم نسعى الى ان احنا العنف دوت نحاول نقلل من احجامه ومن فجواته، وفي نفس الوقت يكون معالجات سياسية سريعة للم الموضوع ولم الشمل. طيب سيادة اللواء، في اي سيناريو حضرتك ممكن تضيفه على كلام حضرتك الخاص بقطع الطرق والمظاهرات للاعتصامات اللي بتدوم اكتر من 20 يوم زي اعتصام رابعة؟ لا، ما هو السيناريو الامني معروف ان انا بجمع معلومات عن اللي بيقوم باي عمل مش قبلها حتى بعدها. هنا دور الامن ان في طلعة ليها قوات، ليها رموز موجودة. الرموز دول انا اقبض عليهم باعتبار ان هم بيقدروا السلم العام والسلم الاجتماعي والامن العام، وبيقدموا بموجب هذه الجريمة، ودي جريمة موجودة ومنصوص حتى في قانون الاجراءات الجنائية،
وبقدمه للنيابه. ديت في حال ان يبقى فيه مسيره او في اعتصام. الاعتصامات اذا كانت محدوده يبقى انا بقبض على الرموز. المسيره اذا كانت ماشيه معروف مين اللي متولي امر هذه المسيره، مين اللي بينتج، مين اللي منظم، مين اللي بيسير المسيره في الطريق، في الوقت دوت انا بظبط عليها. ده هذا دور شكرا الامن ودور المعلومات. شكرا لحضرتك سياده اللواء عبد الهادي بدوي مساعد وزير الداخليه السابق. اذا سياده اللواء عبد الهادي بدوي صرح بانه حاله الطوارئ مرفوضه تماما ولا عوده للحالات الاستثنائيه، وحظر التجول مطلوب الان في عدد من الطرق في القاهره وكذلك في عدد من المحافظات بيتقدمها سيناء، و ما كان هناك أيضا أي أحداث في مطروح، والطرق التي تشهد أحيانا حوادث كطريق المحور على حد كلام اللواء عبد الهادي بدوي. معنا خبر عاجل على لسان المستشار الإعلامي للرئاسة الأستاذ أحمد المسلماني، بيقول أن مصر لن تكون سوريا ثانية، ومن يدفع بمصر في هذا الطريق فهو خائن وعمي. الأستاذ نبيل في تعليق على كلام سياده اللواء وايضا تصريح المستشار الاعلامي للرئاسه. كلام سياده اللواء عن فكره حظر التجوال جدير بالتفكير فعلا في بعض المناطق، لان ده بيبقى مقدمه لفرض الامن. النهارده الاخوان هدفهم ايه؟ هدفهم اولا سرقه فرحه المصريين بثوره 30 يونيو. ثانيا معاقبه المصريين على ثوره 30 يونيو. ثالثا وده بقى المهم دلوقتي، تعطيل إعادة الحياة الطبيعية زي ما تفضل الدكتور ياسين بالإشارة. أنا بعتقد إن هم مدركين زي أي مصري طبعا مدرك إنه المدخل إلى عودة الحياة الطبيعية هو فرض الأمن والاستقرار، لأن من غير كده مفيش عودة للنشاط الاقتصادي، مفيش عودة للاستثمارات، مفيش عودة للسياحة، مفيش تشغيل المصانع المغلقة، مفيش مفيش مفيش. فهم عايزين يوقفوا حركة البلد عن عمد، تخريب للبلد يعني واضح. طيب يبقى أنا أرد إزاي؟ بفرض الأمن بأي شكل من الأشكال، لازم أفرض الأمن، لازم أعيد للدولة هيبتها، أعيد لسيادة القانون مكانه في المجتمع. ومن هنا أنا موافقه على أنه ما إحناش في حاجة لا طوارئ ولا إجراءات استثنائية، الطوارئ مكروهة من الشعب المصري. القانون العادي القانون العادي عمل ترسانة ترسانة من القوانين العادية تكفي أيضا لمواجهة الإرهاب. كويس؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنه إحنا بإزاء إيه بقى؟ بإزاء عشان نشخص الموضوع بدقة. حرب شاملة شنت على الشعب والجيش، ولو تروحي رابعة العدوية تشوفي قد ايه بيتم تشويه الجيش والافتراء عليه والهجوم عليه باكثر الوسائل والاساليب ابتزالا. خلاص؟ كأنه في حرب دلوقتي للقضاء على الجيش المصري. طب اذا احنا في مواجهة عدوان كامل على الشعب والجيش. حضرتك سمعتهم يعني عن يعني عبر قناه مثلا، او يعني التصريحات الخاصه بالجيش دي ولا؟ انا ببعت اصدقاء لي هناك يجيبوا لي الاخبار، لي عيون هناك. بتيجي على قناه الجزيره مباشره. وعايز اقول لك حاجه بمناسبه سؤالك ده، يؤسفني اقول لك انه حولوا الدين في رابع العدويه الى مجموعه من الشعوذات والخرافات، زي حكايه عدل منصور. لا غير حكايه سيدنا جبريل. سمعت حكايه عدل منصور؟ لا سمعت سيدنا جبريل. باختصار هم قال لك اذا قسمنا اسم عدل منصور هنكتشف ان في رساله ربانيه موجهه لمرسي. نكتشف ان في ايه. ايه بقى الايه دي؟ لو قسمنا اسم عدل منصور هيبقى عد لي منصورا يا مرسي. شوفي شوفي وصلت الامور الى اي مستوى من التدهور العقلي. شعوذة خلاص. فانت بإزاء حاله مرضيه. استاذ نبيل متابعهم تماما. لا بس حضرتك متابعهم يعني متابع كل ما يحدث في رابعه العدويه. حاله مرضيه. وبالتالي احنا دلوقتي عايزين البلد توقف على رجليها. ازاي؟
يبدأ زي ما قال الرئيس عبد المنصور، قال نبدأ أولوية فرض الأمن. أنا عندي هذا الكلام لأنه العالم كله بيبص لنا، هل هننجح في اجتياز هذه المرحلة أم لا؟ وبالتالي في استثمارات بتنتظر، في مصانع عايزه تشتغل، في عمال عايزين ينتجوا. اكيد، والشعب المصري كمان مفتقد للامن يعني بصراحه، يعني هي اولى الملفات يعني تروح. بدات نغمه انا شخصيا يعني منزعج منها وقلق لدى قطاعات من الراي العام بتقول فين الامن؟ فين الحكومه؟ فين الدوله؟ وده مش كويس. احنا عايزين الدوله تبقى موجوده وتمارس مهمها. طبعا انا ما بطالبش بالقمع ولا بان احنا نرد على الارهاب بالقمع، لكن في وسائل قانونيه عديده اشار الى بعضها السيد اللواء، جمع المعلومات، معرفه الرؤوس المفكره او القيادات المدبره او القيادات اللي بتنظم الفوضى وتشرف عليها، اللي بتمول كل يوم. شوفي كم مليون بيدفعوا في طعام الفطار والسحور. نشوف نجفف منابع الارهاب من الناحيه الماليه وهكذا. في عده وسائل عديده نعيد بها الى 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 مصر الاستقرار والامن. معنا الاستاذ احمد ابو دراع مراسل المصري اليوم من شمال سيناء، استكمالا لكلام استاذ نبيل زكي ضيفنا في الاستوديو. يا استاذ احمد، عن الارهاب، سيناء بتشهد سلسله من العمليات الارهابيه يعني من يوم للتاني، سواء اهالي سيناء، جنود، ضباط، الى اخره. اخر الاوضاع في سيناء؟ اخر الاوضاع في سيناء منذ قليل سويد عيان بمنطقه تدوس ما بين الشيخ الزايدي رفح سمع ودوي انفجارين متتاليين، لم يتم تحديد موقعهما حتى الان، وما هي يعني هل نتج عن تلك التفجيرين اي خسائر ام لا؟ هذا ما يحدث حاليا الان. كان هناك بالامس عدة عمليات ضد الأسن الأمنية. كان معسكر الأمن المركزي برفح شهد إصابة مجند في طلق ناري برفح. المسلحين اتجهوا إلى طريق جديد وهو يعني استخدام القناصة في عملياتهم العسكرية، يعني نسبة كبيرة جدا من المصابين والشهداء في خلال اليومين الماضيين من خلال القناصة عن بعد، استخدام الـM16 والقناصة عن بعد ودون يعني ملاحقه يعني حتى لا يتم ملاحقه من قبل طائرات العباس في اول عمليات العسكريه. طيب من خلال مكانك يا استاذ احمد، الانفجارات اتسمعت ازاي يعني؟ في منطقه السابق قبل يعني قبل مدينه رفح بحوالي 5 كيلومترات سمعوا دوي انفجار، اعقبه بعد 10 دقائق سمع دوي انفجار اخر. حتى الان لم يتم التحقق. حدث ذلك قبل يعني حدث ذلك الانفجار قبل ذلك 3 مرات قبل، هو زرع المسلحين يقومون بزرع لهم ارضي واثناء مرور احد مدرعات الجيش او الشرطه يتم تفجيره عن بعد. 3 يعني حصل ذلك 3 مرات قبل ذلك، لم يكن لهم اي مدرعه قبل ذلك. طيب ماذا عن اهالي سيناء؟ هل في تحركات تجاه يعني ما يحدث في سيناء من عمليات ارهابيه؟ اهالي سيناء في حاله من الياس مما يحدث في سيناء. لاول مره منذ 56 منذ 1956 يحدث ما يحدث في سيناء. يومين يتم القتل، يومين هناك اصابات، يومين هناك عمليات ضد افراد السلطه والجيش، وفي الفتره الاخيره ضد المدنيين. يعني كان تدريس يصل لعمال اسلم، كان منزل استشهد فيه 3 افراد من الاسره وكانت اخر. يعني افراد الشرطه وافراد الجيش والمواطنين يعني في حاله استغراب وفي حاله تعجب وفي تنديد بالعنف والارهاب. يعني خرجوا كثير من المسيرات خرجت ضد العنف والارهاب وعلى استعداد لمجد العون للجيش والشرطه في اي عمليات عسكريه. في اي تمركز لقوات عسكريه؟ يعني في اي معلومات عن تعزيزات امنيه؟ مصادر امنيه اكدت ان مساله ان العمليه العسكريه المرحله الاولى منها جمع واستكشاف المعلومات قد انتهت. المرحله الثانيه ما يعوقها بعد رفض المسلحين ولكن تواجدهم ما يوقعها هي يعني ان المسلحين يستخدمون المنازل، يعني يستخدمون يعني المنازل التي يختبئون بها اسر واطفال، وهناك تعليمات
من قيادات الجيش بعدم تعرض اي بريق لاطلاقنا. شكرا لك استاذ احمد ابو دراع مراسل المصري اليوم من شمال سيناء. هرجع لحضرتك دكتور ياسين، لو في قبل ما نتكلم تعقيب على اخر اخبار سيناء وهو سماع عدوي انفجارين متتاليين ولا توجد يعني حتى الان اي معلومات او تفاصيل اكثر من الخبر انه بس الاهالي سمعوا انفجار، لو لحضرتك تعقيب على هذا. يعني هذه الانفجارين طبعا يعني يسجلوا في سلسلة الأعمال الإرهابية القائمة في سيناء منذ عدة شهور، وطبعا ده في يعني الانفجارات العنيفة التي تصبع من على بعد كيلومترات معناها ان في تصعيد للعمليات الإرهابية لذلك موجودة طبعا. ويعني ولا الجيش والشرطة معذورين اللي بيحصل في سيناء، لأن الحلف الأطلنطي بكل قواته في خلال بقى أكثر من 10 سنوات ما قدرش يخلص على الإرهاب في أفغانستان، وسيناء طبيعتها الجبلية قريبة إلى حد كبير من أفغانستان في بعض المناطق، يعني مش طبعا في المناطق اللي الحضرية اللي فيها مدن زي العريش ورفح، إنما جبل الحلال والحاجات دي زي أفغانستان تقريبا. فهروب يعني حرب العصابات في هذه المناطق من الصعب جدا القضاء عليها، وعلى للاسف الشديد على ما اعتقد انها هتستمر لمده اكثر، طبعا يمكن يقضى عليها بسهوله اكثر او بسرعه اكثر اكبر في المدن، ولكن في المناطق الجبليه هيكون من الصعب القضاء عليها الا اذا تمكنا من تكفيف منابع الارهاب زي ما كان نجيب بيقول. ودي محتاجه وقت. محتاجه وقت اكيد، محتاجه وقت وصبر، ويجب ان نعطي الوقت اللازم للجيش والشرطه والجيش والامن انهم يقوموا بعملهم. طيب هرجع لحديث حضرتك قبل ما ناخد الاتصال الهاتفي من شمال سيناء للتعرف على اوضاع سيناء السيئه الحقيقه. بماذا تفسر حضرتك استقواء قيادات الاخوان بالخارج؟ يعني اخر التصريحات من على منصه اعتصام رابعه العدويه هو مناشده اردوغان لحمايه جماعه الاخوان المسلمين. يعني هو برضه عايشين، تابعت حضرتك استاذ نبيل هذا التصريح من رابعه؟ عايشين برضه، فهم في العالم الافتراضي بتاعهم، يعني يعني ماذا يستطيع اردوغان ان يفعل للإخوان المسلمين في مصر وهو عنده مشاكل في بلده؟ بالظبط. انما هم يعني فكره الاستقواء في الخارج بالنسبه لهم يعني ما هياش عيب في عرفهم، لانهم تنظيم دولي، وبالنسبه لهم الاوطان لا تعني شيء، يعني كبيرهم قال قبل كده تظف مصر. يعني ما يهمهمش حكايه الوطنيه، مش وارده عندهم في مخهم، انما عندهم هم العالميه أو الدولية، وهم تنظيم دولي أصلا، ومتصورين برضو في العالم الافتراضي بتاعهم أن أردوغان ممكن ينفعهم، أن أمريكا ممكن تنفعهم، أن الاتحاد الأوروبي ممكن ينفعهم، أن أي حد ممكن ينفعهم، بكرة ممكن يستعينوا بإسرائيل، ما عندهمش أي مانع، طالما أنهم متصورين وهم ملتبس عليهم الفكر أنهم بيحموا الإسلام، وأن أي يعني من يحميهم يحمي الإسلام في نفس الوقت، وانه يعني استعين بالشيطان لحمايه الاسلام. طيب من اين الحق في التدخل في الشان المصري اذا كان المصريين ما دخلوش في مشاكل تركيا واحداث ميدان تقسيم؟ لا قطعا قطعا لا يجوز لاي دوله انها تتدخل في شؤوننا الداخليه، والشعب المصري يرفض هذا التدخل رفض بات. وكلام السيد رجب طيب اردوغان يعني غير مقبول طريقته في هذا، انما هو برضه عنده نفس الثقافه الاخوانيه بتاعت الثقافه العالميه، فما يفرقش كتير عنهم، ولانه كان الاخوان او الاسلاميين الاسلام السياسي في تركيا كان اكثر ذكاء بكثير من الاخوان المسلمين في مصر. انما يعني برضه يمكن اللي بيحصل في مصر النهارده شبه يعني يشبه الى حد ما ماذا حدث مع نجم الدين أربكان من حوالي 15 سنة في تركيا.
طيب معنا دلوقتي تصريح آخر للمستشار الإعلامي للرئاسة أحمد المسلماني بيقول: الذين يلهثون وراء الإعلام الأجنبي ويركضون وراء صحف الغرب لن ينالون إلا الخزي والعار. أستاذ نبيل، إيه آخر أخبار جريدة الأهرام؟ هو طبعا تعرف الجمعية العمومية سحبت الثقة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، لكن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير بيتمسكوا بأن هم معينين من المجلس الأعلى للصحافة. أنا رأيي دي هتحل بطريقة تلقائية طبيعية، إنه خلال أيام سيصدر تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة، وهيحسم هذا الموضوع حسما أنا أتوقع أن يكون لصالح توجهات الجمعية العمومية التي اجتمعت أخيرا. طيب وأستاذ عبد الناصر سلامة يعني لازال يعني عند رأيه؟ أنا عايز أقول لك أن الخبر ده هو صحيح وحقيقي وهو حبس مصر. الخطيئة الأصلية إيه؟ الخطيئة الأصلية إنه محمد مرسي صار على نفس النهج بتاع النظام السابق وما قبل. إزاي؟ وضع قيادات يعني إخوانية؟ أن يستخدم شيء اسمه مجلس الشورى كغطاء للسيطرة والهيمنة على الصحف القوضية. بيروح كان أيام مبارك والسادات جواب مغلق إلى شيء اسمه اللجنة العامة لمجلس الشورى، يفتحوه اللجنة العامة، أعضاء اللجنة العامة يقروا قررنا ما هو تعيين فلان رئيسا لمجلس إدارة الأهرام، تعيين فلان رئيسا لتحرير الأخبار، وهكذا. الجديد بقى بعد ثورة يناير ويونيو ان ما تبقاش الصحف القومية دي خاضعة لأي حزب حاكم مهما كان هذا الحزب، تبقى مرآة للرأي العام، تبقى مستقلة، تمثل الدولة المصرية والشعب المصري، واخد بال حضرتك؟ وفي أشكال عديدة، اقتراحات عديدة قدمت لكن كان رفضها الإخوان، منها انه تمليك الصحف للعاملين فيها من صحفيين وعمال وموظفين من خلال اسهم، وزي نظام جريدة لوموند في فرنسا الى اخره، رفضوا هذا. هو المشكلة هي ايه؟ هي انه انت كان عندك نظام يعني حطه في الدستور، نسيت اقول لك مادة يقول لك ايه، هيئات مستقلة ومنها مجلس وطني للاعلام، وبعدين بعد كذا مادة تكتشف ان العين الهيئات المستقلة دي رئيس الجمهورية، اي ان رئيس الجمهورية كان يعتزم، وعلى فكرة كان ناوي بعد قبل يعني ايه يعني بعد فترة قصيرة لولا انه اطيح به كان ينتوي تعيين مجلس وطن الاعلام للهيمنة، مش بس بقى على الصف القومي وعليكم انتوا كمان القنوات المستقلة والخاص، بحيث ايه المجلس ده يشرف على الكل وهو اللي يعينه، ويعينه طبعا من مريديه يعني كان معروف في الايام الاخيره كان معروف، فده الوضع. يعني حضرتك شايف انه الخبر لما كتب في جريده الاهرام وفوق كلمه الاهرام وكانه خبر يعني باللون الاحمر كانه خبر حرب، هل ده كان بنونه اختبار ولا هو تسريبات؟ خصوصا انه الامر يبدو وكانه لغز، لانه في كان اصرار من استاذ عبد الناصر سلامه انه لا ده الخبر سليم. شوفي بقى انا اقول لك حاجه هنا يعني يمكن تصدمك. اتفضل. البعض قال ايه امبارح، انا سمعت تحليلات غريبه جدا، إن الأهرام بنشر هذا الكلام استهدف تهييج الرأي العام إطلاقا، ده بالعكس الرأي العام فرح. تهييج الرأي العام يعني إيه؟ يعني كأنه الرأي العام ده هم الإخوان. آسف يعني في كلام ساذج بيقال، وأنا سامع الكلام ده بنفسي من بعض وسائل الإعلام المصرية، إنه لا، أنا في رأيي أن ما نشره الأهرام، وهنا بقى مش دفاعا على عبد الناصر سلامة ولا على ممدوح عنواني ولا على الأهرام، أنا بتكلم هنا من الناحية المهنية، ما نشره الأهرام صحيح بس سابق لأوان. يعني إيه؟ ده معلومات خاصة بحضرتك؟ يا أستاذة تجري الآن تحقيقات مع محمد مرسي. أولاً أعاق الجيش المصري عن تطهير سيناء، مش بتتكلمي عن سيناء دلوقتي؟ تمام. أعاق الجيش المصري عن إغلاق أنفاق التهريب. ليه؟ لأن الإرهابيين اللي في سيناء حلفائه. وانت تفتكري ان محمد مرسي ما كانش يعرف اسماء واحد واحد بالاسم؟
الذين قتلوا 16 جندي مصري في رفح او الذين خطفوا 7 جنود المصريين من سيناء يعرف. وانت فاكرة التصريح بتاع وعلينا ان نحمل خاطفين والمخطوفين. حد فيها انسان عاقل يقول هذا كان يحمل خاطفين ليه؟ لا هو كان لازم الحديث كمان للمخطوفين اكتر من الخاطفين يعني. واخد بال حضرتك؟ فاذا انت كنت بايذاء اعداد جيش ارهابي في سيناء يبقى احتياطي لحمايته وحماية بقائه في مقعد الرئاسة. وهذا يفسر لك انه قبل 30 يونيو بيوم او يومين اغلق الجيش المصري الطريق من سيناء الى الدلتا. ليه؟ لانه كان بيدرك ان الجيش اللي هناك ده احتياطي لجماعة الاخوان لحماية مرسي والابقاء عليه رغما عن أنف الشعب المصري الابقاء عليه في قصر الرئاسة. هذه القصة. طيب احنا كده معانا تصريح من الاستاذ الكاتب الصحفي نبيل زكي بيقول فيه ما نشرته جريدة الاهرام صحيح ولكنه سابق لأوانه. انا رأيي كده. احنا معانا دلوقتي صورة من ميدان التحرير بث مباشر تشييع جثمان احد ضحايا اشتباكات واحداث الامس. الضحايا كما اعلنت وزارة الصحة 9 قتلى و 86 مصابا. يبدو من الصورة ان العشرات في ميدان التحرير يشيعون جثمان احد الضحايا. مع رفع بعض اللافتات. رحم الله الفقيد. طيب دلوقتي هنسيب حضراتكم مع الصوت والصورة من ميدان التحرير.
دي صلاة الجنازة على أحد ضحايا اشتباكات الأمس، رحمه الله ورحم الله كل الضحايا، ويا رب يعني الدم المصري يقف حتى يعني حتى هذا الوقت، يعني كفانا دماء، كل الدماء اللي بتروح دماء مصرية. هرجع تاني لضيوفنا في الاستوديو أستاذ نبيل، يعني كل يوم بيسقط ضحايا اشتباكات لا أكثر ولا أقل، سواء من الرجال، من الشباب، من النساء، في ثلاث نساء في المنصورة. حضرتك يعني شايف ايه المطلوب في الفترة اللي جاية؟ احنا كنا من شوية نتكلم عن سيناء، ولكن هو القتلى موجودين والضحايا في الشارع المصري ايضا. سيادة اللواء عبد الهادي بدأ يطالب بحظر تجول فورا في الفترة الحالية، حضرتك بتطالب بيه؟ شوفي، انا طبعا لست خبيرا امنيا، وبالتالي رأي سيادة اللواء هو الرأي اللي يؤخذ به، يعني باعتباره خبير امني. انما انا يعنيني في هذا انه لازم نشخص الوضع بطريقه دقيقه، ان هناك حربا شامله ضد الشعب والجيش الان، مش حوادث كده منفصله عن بعضها. لازم اربط بين سينا وما يجري في كل مدن مصر، استنتج انها البعض هم يعني القتله بيقولوا او بيصوروا لاعضائهم ان هم بيعملوا حرب استنزاف ضد الجيش المصري. اذا هم بيخاطبونا كاعداء، ان هم لا ينتموا الى هذا الشعب ولا ينتموا الى هذا البلد او الى هذا التراب الوطني. وده ماشي مع فكرهم ان هم اصلا لا يؤمنوا بفكره الوطن ولا فكره الوطنيه اللي تعلمناها من ثوره 19. الوطنيه المصريه غير ورده، غير مطروحه عندهم. وعشان كده كان بيقول لك ممكن اي ماليزي يحكمني، المهم يكون ينتمي لنفس الدين اللي ينتمي اليه، اي ان الانتماء الدين عندهم قبل الانتماء الوطني. المشكله هنا الانتماء المذهبي حتى مش الديني، يا ريت الدين والمذهبي بدليل لم يحدث في تاريخ مصر قديما او حديثا منذ دخل عمرو بن العاص مصر جريمه زي بتاعت ابو النمرس، ان ناس يقتلوا ويمثل بجثثهم بسبب مذهب ويسحلوا لانهم ينتموا الى المذهب الشيعي. دي لم تحدث من قبل. المهم نرجع لسؤال حضرتك، ما هو مطلوب الان؟ هو فرض الامن، فرض سياده القانون، هيبه الدوله، واولا وقبل كل شيء احنا كلنا مع جيشنا الوطني في مهمه مقدسه اسمها اعاده، انا بسميها كده، اعاده تحرير سيناء من الاحتلال الارهابي. انت دلوقتي مواجهه بمهمه مش الاحتلال الاسرائيلي، في احتلال ارهابي دلوقتي، نحرر سيناء منه لكي تعود الى حضن الوطن. طبعا دخول سلاح سيناء هو احتلال ارهابي. انا يمكن انا خلافي الوحيد مع الدكتور ياسين، انا مش متشائم شويه يعني، او مش شايف انها تاخد وقت. ليه؟ ليه يا دكتور؟ لانه اغلاق انفاق التهريب هيساعد قوتنا على المهمه بتاعتنا، تجفيف منابع الارهاب. بالظبط. وبالتالي انا دلوقتي عايز حضرتك يعني بتدعم فكره اغلاق الانفاق؟ بالتاكيد. مفيش بلد في العالم يبقى حدوده مفتوحه للتهريب. حضرتك طبعا لاحظت ان بعد بدايه اغلاق الانفاق مفيش عندنا ازمه وقود. واضحه دي. بس في ناس بتربط اغلاق الانفاق بغزه، انه يعني كانت بتاخد سلع يا استاذ بتحتاج للمتطلبات. انا لم يخطر على بالي، ارد ان لم يخطر على بال اي مصري ان يحاصر الشعب الفلسطيني. ممر رفح يفتح، ومش بس للمواطنين وللسلع، لكل شيء بشكل قانوني رسمي علني. وليس تهريب. وليس تهريب. طيب حضرتك كنت ليك تعليق على سياسة أردوغان وتدخله في الشأن المصري، بالرغم من المصريين لم يتدخلوا في أحداث ميدان تقسيم. بالضبط. كنت بقول لحضرتك أنه بما أنك متابع منصة الرابعة العربية وقناة الجزيرة، أنه كانوا بيطالبوا أردوغان بالتدخل السريع. يعني يسيء جدا إلى الإخوان أن يؤيدهم أردوغان. أقول لك ليه؟ تم أحياء الآن بعد وساطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في زيارته الأخيرة لإسرائيل، توسط وعمل مصالحة بين تركيا وإسرائيل،
انه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي يعمل اعتذار شكلي كده صوري للاتراك عشان في 9 اتراك قتلوا في السفينه مرمره سنه 2010 اللي كانت رايحه بمساعدات انسانيه الى غزه. ووعد بانه يدفع تعويضات للاهالي الضحايا. مقابل هذا ما الذي حدث بقى؟ تم احياء كل الاتفاقيات العسكريه بين تركيا واسرائيل. مدير الموساد المخابرات الاسرائيليه زار القاهره واجتمع مع مدير المخابرات التركيه. هناك تنسيق تركي اسرائيلي بنسبه 100% واحياء عمليات تسليح الاتراك ببعض اسلحه اسرائيليه وتبادل معلومات مش استخباريه. والاهم من كل هذا تحت الرعايه الامريكيه خطة تركية إسرائيلية مشتركة في سوريا اللي كان مفروض هيدخل فيها محمد مرسي في بيانه في الصالة المغطاة لما أعلن الجهاد في سوريا وكان بيتم بتشكيل لواء مصري أن يحارب في سوريا بدلا من أن تكون مصر فاعلة في إيجاد حل سياسي يحقن دماء السوريين لانه من يدافعون عن نظام بشار سوريين مش كده؟ ومن يحاربون بشار سوريين ايضا. فاحنا يهمنا باعتبار ان سوريا كان في يوم من الايام رفيق سلاح لنا في حرب اكتوبر ان نحقن دماء السوريين عن طريق فرض بنفوذ مصر بالهيبه المصريه حل سياسي ينهي هذه الحرب وخاصه انه الامريكان تدخلهم اصبح سافر الغرب تدخله اصبح فاضح والاطلنطي وغيره وبالتالي سوف يستمر حمام الدم في سوريا طالما اردوغان تحالف مع اسرائيل ضد سوريا تحت الرعايه الامريكيه كجزء من المخطط الامريكي اللي قلنا عليه لتدمير الدوله السوريه والجيش السوري. اسمحوا لي ننهي حوارنا بقراءة الصحافة الأجنبية زي ما احنا بنحاول أن نقرأ المشهد السياسي مع حضراتكم من خلال ضيوفنا وتحليل أيضا ما يحدث على أرض الشارع المصري. أيضا هناك صحافة أجنبية تتابعنا أولا بأول ولها رأي وكذلك لها تحليل خاص بها أحيانا كثيرة. نبدأ بالصحافة الأمريكية. واشنطن بوست تقول أوباما لديه السلطة للإبقاء على المساعدات لمصر. نشرت صحيفة الواشنطن بوست خطابا أرسل به المساعد السابق للنائب العام للاستشارات القانونية إلى المحرر قال فيه إن ما حدث في مصر من عزل الرئيس مرسي بمساعدة القوات المسلحة من شأنه وقف المساعدات الأمريكية لمصر وفقا للقانون الأمريكي. CNN تقول لماذا لا يستطيعون الإخوان أن يتراجعوا. في مقال خاص لشبكة CNN كتب أستاذ العلاقات الخارجية بجامعة لندن للعلوم السياسية والاقتصادية فواز جرجس أنه بعد أسابيع من الإطاحة بمرسي ما زالت جماعة الإخوان ترفض التقهقر وتصر على المقاومة وتستمر في حشد مؤيديها بالشارع وترفض تماما أي حوار مع الحكومة المؤقتة لا يشمل إعادة محمد مرسي مرة أخرى. أما سان فرانسيسكو تقول قيادي بجماعة كرونيكال تقول قيادي بجماعة الإخوان يدعو لمحاصرة السفارة الأمريكية. تقول الصحيفة التي ألقت الضوء على دعوة القيادي الإخواني عصام العريان لأنصار مرسي بمحاصرة السفارة الأمريكية اعتراضا على ما أسماه بدعم واشنطن للانقلاب على مرسي تقول أن التظاهرات اليومية التي ينظمها مؤيدون مرسي تهدد جهود الحكومة المؤقتة الرامية إلى سرعان الانتقال إلى الحكم المدني المنتخب والتي بدأت في 21 من الشهر الحالي بإجراء أول اجتماع للجنة. أما الصحافة الأوروبية دوتش فيلا تقول أسرة مرسي تهدد الجيش المصري على خلفية اختطاف الرئيس السابق.
ده كان آخر الأخبار اللي معانا من الصحافة الأوروبية، وقراءة سريعة في الصحافة الأمريكية وأهم العناوين التي صدرت عنها تعليقا على الأحداث في الشارع المصري والمشهد السياسي والوضع الميداني أيضا. بنختتم مع حضراتكم هذا الحوار، بشكر ضيوفي الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ نبيل زكي، شكرا لحضرتك، والدكتور ياسين تاج الدين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، شكرا لحضرتك يا فندم. ومشاهدينا لازال الحوار مستمر مع حضراتكم، التغطية لأهم ما يحدث في ميادين القاهرة وميادين المحافظات وآخر التصريحات أيضا بنتابعها مع حضراتكم أول بأول، والحوار الثاني عن حقوق الإنسان وإعادة هيكلة المجلس القومي. ضيفنا هيكون الأستاذ محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، خليكم معنا.